في أخبار الرياضة، خسر منتخب السودان أمام مضيفه الجنوب أفريقي 0-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021. ويعود الفضل في انتصار منتخب جنوب إفريقيا للاعبه ليبو جانجافيري الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الأخيرة من زمن شوط المباراة. وتوقف أيضا رصيد السودان عند 3 نقاط حصدها في الجولة الأولى عقب فوزه على منتخب ساو تومي برباعية نظيفة، بينما حصد منتخب جنوب أفريقيا أول 3 نقاط له.